لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. محمد رسول الله، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالصغار فيلاطفهم ويتودد إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر وعاد إلى المدينة استقبله الصبيان الصغار من أهل بيته، من أحفاده وأبناء أعمامه، لما يعلمون من محبته لهم وتعلق قلبه بهم. وهذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما يقول: وإنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر يقود دابته فسبق بي إليه، فحملني بين يدي، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. صلوا عليه وسلموا تسليماً.